السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة سهلة جدا، اوعدك من سهولتها ومكوناتها الموجودة داخل كل بيت هتقومي تعمليها فورا. مشروب البلح بالكراميل كده والكريم شانتيه، حاجة كده هتستاهل بقكو، سهل ولذيذ وسريع التحضير وفي نفس الوقت طعمه خرافة، ان شاء الله تجربيه. يلا بينا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا ألذ واحلى مشروب بلح اسمر ده ازاي. خليكي معايا. اول حاجة، البلح الاسمر موجود اليومين دول بكثرة. معلومة كده تهمك، ان البلح الاسمر بيتعامل معاملة التين، اللي هو مش بيتغسل عشان تاكليه الا وقت ساعتها. يعني هذه الكمية اللي انت عايزة حطيها في التلاجة وطلعي بقى على حسب الكمية اللي انت هتاكليها حالا دي اللي تغسليها، لان لو غسلتي وشلتي في التلاجة بتلاقي لي ريحة وحشة وطعم مش مستحب. فزي ما قلتلك كده، هو بيتغسل وقت ساعتها وتاكلي منه فورا، والتين الشوكي، التين البرشومي، هكذا. المهم ابتدي بقى فصصيه، طلع البذور اللي فيه وهاتي الخلاط بتاعك ويلا بينا. ابتدي بقى انزلي بالكمية اللي عندك، كل واحد على حسب افراد اسرته، وابتدي انزلي بكمية البلح اللي معايا. وبعد كده هبدأ احط عليها كوبايتين من اللبن، او ممكن تستبدليها كوباية لبن كوباية مية، ماشي حالك. وبعد كده هبدا انزل عليها بنص معلقه كده من اللبن البودر، بيعزز في الطعم ويديها طعم جميل جدا، وكمان الكريم شانتيه تحفه معاها. والسكر مش هنكتر لان البلح اصلا مسكر، معلقتين من السكر، واضرب اضرب كله يا معلم لحد ما الخليط كله يندمج مع بعض. هاتي الكوبايه بتاعتك وابتدي جرنشيها. انا النهارده عندي صوص كراميل، او لو عندك صوص شوكولاته ما فيش اي مشاكل. ابتدي بقى جرنشي الكوب بتاعك واعملي كده شغل لفنادق. ابتدي بقى انزلي بالعصير التحفه بتاعك، طعمه كان خرافه. تكت الكراميل اللي دي بتديه طعم حلو، هو اصلا لوحده عصير البلح الاسمر مفيد جدا مغذي، بس طبعا الناس اللي هما بيعملوا رجيم يبعدوا عنه. ومش هنسكت كده، وابدا اضيف عليه شويه كده من صوص الكراميل فوق الوش، طعمه مميز جدا ولذيذ كمان، هيعجبك باذن الله. بس كده، هي دي كانت وصفتنا النهارده، سهله ولذيذه وسريعه التحضير. في نهايه الفيديو انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.